الاستهتار اخوان استهتار مراحل، لكن الجماعه اللي عندنا بالنجف عابرين المراحل ماخذين دقله هيك فوق اللوتيه ساري باعوا. شوف هذا الاسد اللي خاليه سوين فوق النفق مال العسكريين، هذا سعره 79 مليون وكسور، قول 80 مليون لا تخاف، نفسه واحسن من عنده، احسن من عنده مو نفسي احسن من عنده، وين مجمع الطاكيه بالسلام ب 600 الف دينار يسومه عليك، يعني يبي اكياب 500 الف يشيل 100 كيلو فوقه وزن، هذا بورك ذاك احسن من عنده. شكد مستهترين لك انتو من جبتوا هاي السالفه وخليتوها؟ واحدكم منو انتو؟ واحدكم شيخ زايد؟ من انتو؟ ناس شبعانه، ناس ماكله خبيز، لو الاستهتار عندكم عابر مراحل والله العلي العظيم. قليله بحقكم، قليله بحقكم انه واحد يشلع النعال، لو يشلع القندره السلام عليكم شلونكم الاعزاز؟ شلونكم عمي؟ 79 مليون هذا المعلومه صحيحه؟ اي والله العلي العظيم. كاتل الجوع. اهتي. 79 مليون ومقبل على عالم الفقراء اليتامى المواعده ما زين. اذا واحد مستهتر وعابر الاستهتار، عابر الاستهتار شو يسوي؟ هاي سوالفه. يعني شو يسوي؟ تقول على قصته مثلا هو مستهتر؟ هاي سوالفه. مو؟ ما ادري واحد شيخ زايد على اساس. ما تقول هذا الوالد كاتل الجوع. كاتلنا الفقر اي والله. هي هاي اردوها. وكفيلك الله قاعد بالتجاوز والاسد 79 مليون. يشهد الله اللي سوى هذا الاسد. المفروض تنزع له النعال يمه يبس على راسه. نعال قندرش لابس. قليله بحقه. ولكم ما كنت دروب، ما كنت افلام. يوم الحنطه 30 طيور. يوم هذا حاعطيكم تمثال 500000 دينار يبيعوه بالاسواق، العفو بالمجمعات 79 مليون، لك استهتاركم وين وصل؟ الله اكبر عليكم، الله اكبر عليكم. بس سهله سهله، ان شاء الله ان شاء الله نتلاقى بالخير، اذا مو النعال لو القندره على راسكم يلبسها انا مو احمد.